السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي فيديو جديد ونهار جديد قناه غزلان انوال. اليوم غادي نطيب معكم واحد لي بات بالحوت والبيشاميل. ما غنديروش ليها صوص طوماط، غنديروها غير بالبيشاميل والفرماج ولا كريم فريش. الكريم فريش نسيتها، المهم غادي نحط عليكم من بعد. المهم هنا كاينين المقادير، هنا كاين قزبور معدنوس، هنا كاينه بصله صغيره محكوكه، هنا كاينه ثومه شويه ديال الثومه، هنا الحوت مخلط كوكتيل ديال الحوت. يعني الا عندكم فخي ديرو، عندكم غير الكونجلي هذا مكونجلي. وهنا الزبده والدقيق والحليب ديال البيشاميل، غادي نصيب البيشاميل. المهم البنات راه كلكم تبارك الله كتعرفوا ديروا البيشاميل، هذه البيشاميل غنصيبها دابا. وهنا الزيت من طبيعه الحال، وهنا لي بات يبيني. هادي يعني هاد لي بات هادو بالضبط اللي كتجي فيهم هاد الطريقه ديال هاد الوصفه بالضبط ديال الحوت. المهم كتجي في هاد لي بات هكا، ها هما قربهم لكم. اي لي بات عندكم، ولكن هادي هي زعما الا غتجيكم زعما لي بات بلي بيشاميل، هادي هي المخيره. شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. المهم البنات هادشي اللي كاين، لا صوص طوماط لا والو، وفرماج غابي نسيتو، فرماج غابي واسميتو فرماج غابي ولا كريم. دابا غنجبدها لكم تشوفوها. قلت لكم البنات هنا فرماج غابي، الا ما عندكم هي نورمالمون كتجي حتى بالبورموزون، ولكن البورموزون ما لقيتوش ملي مشيت نتقدى. ايوا جبت هاد فرماج غابي وهاد لا كريم حتى هي سائله. المهم هذا ما كان، دابا غادي نمشيو للطريقه ان شاء الله. وهاد لي بات هادو اللي قلت لك غنديروهم في الفران، داكشي علاش قلت غندير لهم لا بيشاميل. غادي نخشيها في الفران، ماشي ماشي غير زعما عاديه، ضروري تخشى في الفران باش تحمر وباش تقرمل. انتما البنات غندير شويه ديال الزيت والبصله والثومه، المهم حتى يتقلو مزيان. عاد نزيدو الحوت البنات، البيشاميل راه طابت لينا. ها الحوت البنات، دابا غادي نديرو الحوت. قزبر ومعدنوس كما قلت لكم، يعني بلا لاصوص ديال مطيشه، غنديروها غير بيضه هاد لي بات هذا. المهم يتقلى كلشي هاد الخير ملي يطيب ان شاء الله. ونحي نزيدو ليه شويه د الماء البنات، غير شويه. الا طلق هاد الحوت الماء بلا ما تزيدوش، ولكن نزيدو غير شويه فاش يطيب هاد الحوت ان شاء الله. ومن بعد نرجع معكم باش الماء هو طلع حتى هو، غادي نخشي لي بات باش يطيبو. المهم نقليو كلشي البنات، راكم عارفين تبارك الله كلكم كتعرفوا كيفاش تطيبوا، غير المهم مشاركه وصافي. هانتوما ها الحوت ديالنا طاب، راه خلطتو بلا بيشاميل. هانتوما نخلطو كاع على الطاب ديالنا مزيان هكا. هانتوما البنات، من بعد ما درنا البيشاميل غادي نخويو عليها كاع هاد لاكريم فريش. هانتوما، ومن بعد نديرو فرماج غابي. كيما قلتلكم كتجي هائلة جدا، إلا ما عنديش بارموزون مي غنديرو غير هاد الفرماج غابي هكا. ونخشيوها في الفران ملي يطيب ان شاء الله، وغادي نشوفو كي غادي تجي ان شاء الله. هاد الحوت هو باقي شاط ليا، غادي نزوقو بيه ونخشيها في الفران. ها هي لي بات ديالنا البنات اللي طيبت معكم في الفران، ها هي كي كتجي. ولكن نتوما الا بغيتو تكثروا ليها لا بيشاميل زيدوها فيها، كتجي زوينه. غير هاد لي بات شربات ليا بزاف لا بيشاميل. وهذا ما كان البنات، هذه هي لي بات ديالنا، نتمنى تجربوها وديروها
وغتعجبكم ان شاء الله. وشكرا لكم جزيل الشكر، ديما كتدعموني بالتعاليق ديالكم الزوينه. ومرحبا بكم بالناس الجداد ان شاء الله في قناه غزلان انوار، مرحبا بالناس الجداد والناس القدام، ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم. وما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. وهذا ما كان البنات، غنقول لكم السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. سلامه. خليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا ونوم الاقنا عجبني في رزنا، طيبه القلب لحننا شكون في حالي انا. ما نخلي الوقت يسريح بيد الروح.